موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن الله سبحانه وتعالى في العلو. لم يتأول النصوص، وتأول بعض من يدعي الإسلام، من ينتسب للإسلام. نعم. يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. نعم، لم يتأول، أنكر. نعم، كاذب، الله أكبر. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أأمنتم من في، في هنا مكان على، والحروف يأتي بعضها مكان بعض، مثل ما قرأ علينا الشيخ سؤال الله خير، عينا يشرب منها، منها عينا يشرب بها، الباء هنا مكان منها. نعم صحيح، أي نعم. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها، أو هنا مكان و، يعني وأشد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشك في عدد هؤلاء، يعني ويزيدون. فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني وأدنى. فالحروف يأتي بعضها مكان بعض، حرف يكون مشغول فيرسل آخر، مفهوم؟ نعم، هذا في اللغة. في هنا مكان على، أو أن السماء بمعنى العلو، أنزل من السماء أي من العلو. نعم، إذا في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض أي على الأرض، فسيروا في الأرض أي داخل الأرض، لا على الأرض. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض. ماذا يدخل في الأرض؟ يدخل في الأرض بعض الديدان وكذا، بعض الحيوانات، بعض المخلوقات، ويدخل الأموات والكنوز. نعم. وما يخرج منها؟ يخرج منها والموتى يبعثهم الله، منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكذلك الكنوز، وكذلك يدخل الماء ويخرج منها. نعم. وما ينزل من السماء؟ ينزل من السماء وما يعرض فيه الملائكة والأمر، كذلك الأرواح تصعد وتنزل وتفتح وتغلق لها باب السماء. نعم. وهو ما واحد واحد يا شيخ. وما يعرض فيه. يعرض من السماء. أيوه. وما يعرض فيه. يعرض إليها. مو فيها. يعرض إليها. إلى في هنا مكان إلى، هذا قول. أو تضمن فعل مناسب للحرف، يعرج فيدخل فيها، مثل عينا يشرب فيروى بها، هذا أولى من أن تقول الحرف مكان حرف، هذا من فهم الحمد لله. نعم. بعد هذا وهو معكم، وهو معكم. بعض الناس يخاف أنه إذا ذكر العلو أن يذكر المعين. شيخ الإسلام ذكر هنا العلو والمعين في الآيات من القرآن وفي الآيات من السنة كذلك، ثم عند بيان مجمل اعتقاد أهل السنة جمع، وسيأتي معنا بإذن الله ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعين. يثبتون لله سبحانه وتعالى معينة حقيقية تلقت عظمتنا تماثل معية المخلوقين، ولكن لابد أن يوصانا الله سبحانه وتعالى بظن الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. والمعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. عامة
تشمل كل مخلوق، والخاصة إما أن تكون خاصة بشخص أو خاصة بوصف. خاصة بشخص: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معك. خاصة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثمرة الإيمان بالمعية قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. إثبات المعية، أهل السنة يثبتون المعية ومقتضاها نصر وتأييد وإحاطة وخدمة، مفهوم؟ مرة أخرى، ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعية؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تلقى تعظمته، لا تماثل معية المخلوقين، ولكن نصان الله سبحانه وتعالى على الظلم الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزل الله سبحانه وتعالى عنه. والمعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. الخاصة إما بشخص: إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. وخاصة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا. ثمرة الإيمان بالمعية العامة توجب الخوف والمراقبة، وثمرة الإيمان بالمعية الخاصة أن تأتي بهذه الأمور التي تستوجب معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله معك لا تبالي لأحد في دين الله. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، يقول هذه الآية، يعني هو في الشرق يذكر أن هذه المعية هنا تصلح معية خاصة بشخص وخاصة بوصف. كل من كان مع الله فلا يحزن، مفهوم؟ نعم. قال تعالى: المعية نثبتها لله ونثبت مقتضاها نصر وتأييد وقدرة وإحاطة وعلم وغير ما ذكر. نعم. قال نعم. نعم تعالى. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع الله بين العلو والمعية، لا بد أن نجمع الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نعم. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام كيفية الرد على هؤلاء. الرد أولا نقول أن الله سبحانه وتعالى جمع، لا بد أن نجمع. الثاني أن الله ليس كمثل شيء، لو كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون ممتنعا بالنسبة للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وهذا ليس ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. تقول: ما زلنا نسير، والقمر، والقمر هو من أصغر مخلوقات الله وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر. نعم. هذا الأخ يقول: زوجتي معي، وهي في ذاك البلاد أو هنا، يصح ما معنى المعية هنا؟ أنها في ذمتي لم أطلقها. نعم. قال: وقولهم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآن لماذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم تكن الآية رابع أربعة، ثالث ثلاثة، ثاني اثنين؟ لماذا؟ لمباهرة الخالق للمخلوق. اسمع معي: ثانية اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه كلاهما بشر، إذا لابد أن يأتي بنفس العدد، لا يزيد عليه، مفهوم؟ نعم. يقول: ثالث ثلاثة، كلهم بشر، لكن إذا كان من غير الجنس سيقول أن ثلاثة رابعهم، لابد يأتي بعدد زائد، لأن هذا ليس من جنسه. وكذلك هنا عندما قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا؟ لأن هذا فيه مباينة الخالق للمخلوق.
يأتي بعدد زائد، وإذا كان من نفس الجنس يأتي بنفس العدد، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. نعم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم. سيأتي معنا أن بعض أهل السنة والجماعة يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية العلم، والبعض الآخر يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية جميع معاني الربوبية، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره، وهذا الذي يراه شيخ الإسلام أي الثاني، جميع معاني الربوبية. سيأتي بإذن الله. نعم. لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة بشخص وتصلح أن تكون خاصة بوصف على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. وقوله إنني معكما إنني معكما خاصة بشخص، نصر وتأييد، إذا إثبات المعية ومقتضى، انتبه بالأمس، تثبت المعية وتثبت مقتضى المعية، تثبت الرضا مقتضى الرضا، الغضب مقتضى الغضب. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، هذه معية خاصة بوصف، تتقي الله، تتقي الله وتعلم أنك بالتقوى تنال معية الله، معية خاصة بوصف. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الآمر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، ورهبانية أن تدعوها ما كتبنا عليها. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أحسن. نعم. والله الاتكال هذا مشكلة أخوان. نعم. نعم. واصبروا تصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعن أقدار الله. وتتذكر أنك بالصبر، لأن الصبر واجب يجمع الأمة، تنال معية الله سبحانه وتعالى خاصة بوصفه والصبر. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. عيد الآية. وكم من فئة قليلة. الله. نعم. كم من فئة قليلة. كم من فئة كثيرة. نعم. بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وهذا تقدم معنا في عناصر الدلالة والإحكام، علم وصدق وبيان وفصاحة تعالى وإرادة الهداية تعالى وتعالى. تخفي هذا ولا أرى عينك. نعم. اقرأ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. الآن بدأ المؤلف بإيراد الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجلاله، وأطال لا يمكن أن يطيل إلا لسبب. هذا الباب كثر فيه المخالفين لأهل السنة والجماعة، فكان هذا سبب لأن شيخ الإسلام يكثر من الأدلة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كلام حقيقي أليم بثلاث عوامل، لا ما في الكلام المخلوقي، وقولوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت مسموع وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، كلام حقيقي أليم بثلاث عوامل، لا ما في الكلام المخلوقي. كيف يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص؟ أدلة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى إجمالا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا بد يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن كل صفة نقص عين. ثم أن المؤلف لم يكتفي بها، أطال في إثبات صفة الكلام لله، ثم أورد الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ وتكلم به.
وإليه يعود، أي إليه يعود وصفا، لأنه هو الذي تكلم به، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لمن قاله مبلغا مؤديا، أو إليه يعود قولا، ما يصح الجمع. طيب، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، تمت كلمة ربك صدقا. اسمع يا أخي، واحدة واحدة. أقوى الأدلة، لو قال لك قائل أريد أن تلخص لي الأدلة، أريد أقوى الأدلة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، من يذكر لي أقوى الأدلة؟ أقوى الأدلة تقدم معنا في السنة أي؟ أولا قول أعوذ بكلمات الله تعالى، هذا من أقوى الأدلة في السنة. لماذا؟ لأن كل من يقول أن كلام الله مخلوق اسأل ماذا تقول إذا نزلت منزل؟ يقول أقول أعوذ، تسأل أعوذ بكلمة الله، تسأل الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يقول أكبر. إذا أثبتت أن القرآن صفة من صفات الله وصح الاستعاذة بالله وبأسماء وصفاته فأنت موحد ومثبت صفة كامل الله، وإذا تقول أن كلام الله مخلوق فأنت مشرك شرك أكبر. صح؟ هذا أقرب من أول أدلة فتح الله عليك. نعم، غير هذا أقوى الأدلة. ألا له الخلق والأمر، غاية بين المخلوقات والأوامر. ونسأل هذا، نقول طيب تقول القرآن مخلوق؟ يقول نعم. نقول إذا ما في أمر؟ يقول كيف؟ ما في أمر. الآن الشمس، القمر، الأرض مخلوقة؟ نعم لا شك مخلوق. تأخذ منها أمر؟ لا. تقول إذا هي كالقرآن وانتهى الأمر، صح أم لا؟ صحيح. أبطل الباطل هذا لكن عنده لابد من إقناع. طيب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام أضاف لمن قال مبتدئ أن من قاله مبلغ مؤدي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أمر، والذي يقول أن القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق إذن لا أوامر. مفهوم؟ طيب، وتمت كلمة ربي وتمت أوقف لا ها يعني. تراهم خشية الضيفان فرصا يصلون الصلاة بلا أذان. تعرف منهم؟ أوقف. تراهم خشية الضيفان فرصا يصلون الصلاة بلا أذان. منهم؟ ما تعرف؟ من يا شيخنا لي؟ وخلق تخلط ما ينفع. ذكرنا فيما تقدم أن القرآن يوصف بأنه محكم، كل ما في القرآن محكم، وقلنا الإحكام يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا، أي في الأخبار لا كذب، وعدلا أي في الأحكام لا جور ولا ظلم. وصف بأنه كلام ومسموع حتى يسمع كلام الله. طيب، قال ربك، صحيح، وكلمه ربه، وغير هذا من الأدلة. نعم، أجلس. وقوله وكلم الله، وقلنا أنه بعض عن الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، حرق هذه الآية وكلم الله قال، رد عليه الآخر وقال ما تقول في قولي وكلمه ربه، لم يحل الجواب. نعم، منهم من كلم الله، منهم أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
من كلم الله، والكلام لا يكون إلا بالصوت وحروف ومسموع. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا، إذن الكلام يكون بمشيئة الله، وكلمه ربه. نعم. النداء ما يكون إلا بصوت وحروف مسموع، والنداء للبعيد والمناجاة للقريب، هذه كلها أدلة يريدها المؤلف الآن سوف. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى لتقوم الظالمين. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نعم. وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ويوم يقول بعض العلماء، هذا مهم جدا، لو لم يأتي في القرآن ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أن نتكلم بكلمة واحدة نبي من أنبياء الله، أبو البشر، ما نستطيع أن نتكلم كلمة واحدة. كنا لا نستطيع أن نتكلم بشيء في الصحابة الضائعين أنبياء ورسل باب أول. نعم. قال وقوله ويوم يناديهم، النداء يكون بصوت وحروف ومسموع، والنداء بالبعيد يتثاغر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدو. ما معنى لا عدو؟ اي لا عدو ممثله بداخله مع اثبات كون العدوى سبب انتقال المرض باذن الله، صحيح ام لا؟ لا عدوى أي لا أعلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقد أن العدوى هي المؤثرة بذلك، مع إثبات كون العدوى سبب انتقال المرض بإذن الله، صح؟ ها؟ صحيح. نعم. نعم. من قاطع الطريق كان؟ فضيل؟ فضيل بن عياض. لا، هذا اسمه شرف. هذا في منطقة معروفة عندهم، إذا ساروا فيها يأتي هذا النص قاطع الطريق ويقطع عليه، وهو يمشي على البعير، أخذ البعير يتثاغب، فقال قد رماك الله بشرف، لأنه تنتقل العدو بإذن الله، يتثاغب البعير ثم يتثاغب ينام يقضي عليه. مجرد أن قال له هذا الكلام خرج له هذا الشرع، قال ها أنا لك. نعم. خليك. نعم. قال وقوله ويوم يناديهم. ويوم يناديهم، لابد أن تجيب عن هذا السؤال، تسأل يوم القيامة لابد. ويوم يناديهم فيقول ما فيقول، هذا في إثبات صفة الكلام لله، لأن القول يقوم بالصوت وحروف ومسموع. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سائلك الله يوم القيامة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق الجهاد؟ تقول بلى، نعم والله أدى ونصح وجاهد ولم يكتم شيء. سائلك الله ماذا صنعت في مجال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صدقت؟ لابد أن تجيب عن هذا السؤال. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين؟ الشاهد هنا عند المؤلف فيقول. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه، حتى يعني إلى أن يسمع كلام الله، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. حتى يسمع كلام الله، والكلام ما يكون إلا بالصوت والحروف ومسموع. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يخلصونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم. قال الله، يعني نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهؤلاء بالخروج للجهاد في سبيل الله، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هذا الآن هو دخل المؤلف في
في سرد الأدلة من القرآن، أدلة على أن القرآن كلام الله لم يحتفي بالأول، وهذا تجد في عقائد أهل السنة والجماعة. يعني مثلا عندما تأتي في دراسة العقيدة الطحاوية تجد أن الطحاوي رحمه الله يركز على مسائل. لماذا؟ لأن هذه المسائل تكون يعني في زمن، فلا بد أن يدحض حجة من يقول بهذا القول، فتجد هذا كثير في العقيدة. الآن شيخ الإسلام أطال في هذا الباب، لأن هذا الأمر كان زمن شيخ الإسلام، فلا بد أن يكثر من أدلة حتى يقضي عليه. نعم. ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلماته كلام بصوت ومسموع وحروف. نعم. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والقصص ما يكون إلا بصوت وحروف ومسموع. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب أي مكتوب أنزلناه منزل غير مخلوق كلام الله وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أنزلناه مبارك، القرآن مبارك، قراءة القرآن مبارك، والتداوي مبارك، والتدبر مبارك، والعمل مبارك. نعم.